اهلا اسد المغربلين. انت قاعد عندها مش هتسترجل وبطنة انا يعني دقت بيك الدنيا ملقتش الا بنت حتتك. بيقول لك والعهد على اللي قال اللي عنده لا مؤاخذه معزه يلمها، وانا راجل شهم وبلع قرص الاصول، وبنت حتتك اللي جاي تدافع عنها هي اللي استنجدت بيا ووقعت في عرضي وقالت لي ان جدنا هربانه من ابويا مش هينفع ابات في الشارع، دخلتها عندي كفرد. ايه لك الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ما تتعدل في كلامك. ايه مش دي الحقيقه؟ انت مش جيت تستنجدي بيا وقالت لي يا اما تدخلني، عشان لو ما دخلتنيش هنام في الشارع قدام اي جامع. اه يا ابني الجزمه انت. سميحه ده جزاتي؟ ده جزاتها سميحة؟ ده كفاية ان انت رامية نفسك عليا وفرضة نفسك عليا بالعافية. وبعدين معلش قدام اسد المغربلين سألتك حاجة اصفرة ودخلتك بالعافية. روح البس حاجة عشان اودي كده اهلك. وقفل باب الشقة. ادينا قفلنا باب الشقه اهو عشان ما تتجرسش وشكلك يبقى وحش. تعال اقعد تعال اقعد. تعال نتكلم بقى راجل لمؤاخذه لراجل. شوف رباح ولا هتشوف ازاي بس. اسمع لو الحاج عبد ربه عرف قسما بالله ما كان هيعتقك، كان قال لها طير في رقبتك، ولو كانت اتنصبت قعده عرب كان هيحقك ويطلعك انت الغلطان. واعدها لك تاني لو المعلم كان عرف كان هيخليك ماشي في الشارع الناس كلها تبص عليك تقول لك بص ده كان صاحي وبيلعب. وانت بقى لا مؤاخذه عايز تاخد اللقطه وتبان قدام الحاج عبد ربه ان انت الدكر وترجع له بنته اللي هو بيدور عليها صح؟ ده اللي في خيالك انت. انا لو عاوز اعمل كده كنت كلمت الحاج وانا جاي. ايوه يا حاج تعالى انا عارف مكان سميحه. كان جه معايا ويلي 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 كان خلصك كان صفك في ثانيه الا ربع. ما كانش خلى فيك حاجه. وما كانش هياخد فيك يوم سجن. راجل بيدافع عن عرضه وشرفه وبنته، محدش هيقول له انت بتعمل ايه. لكن انا راجل ما احبش افضح. استر بس. انت بقى عينك فارغه، باصص دايما للي مش معاك. مع انك يا جدع بعين واحده، امال لو بعينك الاتنين كنت هتعمل فينا ايه؟ زي حوار حنان كده. اوعكم فاكر يا رباح ان انا بنسى. انا ما بنساش حاجه. وخلي في علمك شيلتك تقلت. وقدر الحمولة يحمي ظهرك فهتبقى وعرك. طب اسمع بقى يا دكر يا دكر المغربلين واسمع بقى الكلمتين دول وخلي مخك يستطعمهم. حنان مالكش حكم عليها طالما ما كتبتش، وطالما ما كتبتش تبقى مشاع. يعني أي حد ممكن يقيمها أو يلقطها. واسمع بقى الكلمتين دول ما تطلعش مسرح مش مسرحك. إيدك بس اللي تتعصر رجولة بدل ما زعل أبوك عليك وحزن أمك. الكلام ده مش وقته يا رباح. الكلام ده ليه رؤى. ها؟ ليه رؤى. وخلي بالك الحرب اللي أنت داخلها دي حرب خسرانة. وخليك فاكر ان عرب السويركي عرب السويركي نمرك جوه بيتك. ربنا عينك على حالك يا رباح. اقعد ارتاح. الله سميح اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.